يعني خلي اخضر كده وكده وخلي ده قدامه بلاط برضو الناس تقعد كده عليه شويه شماسي وبتاع والناس تقعد ولادها بتلعب كده وهم الجزء اللي باقي ده بقى بتاع المرحله الثانيه هذا حضرتك من ايه مخططه ملعبين ملعبين طايره وملعب يد ملعب قدم ان شاء الله بقى على حمره على اي حاجه هو حتى الاهالي هنا بيقولوا الحمره العيال هتوسخ بقى فايه سووه بس على كده يعني الحاجه قلت ماشي هو صغير هنسويه كده هيبقى تراب برضه هيبقى تراب هم يقولوا بقى الحمره الواحد بيقع عليها بيطلع احمر لكن التراب بقى تراب ما عليك خدت بالك الباركينج اتعمل ملاعب اساسا الباركينج اللي بره خلاص ده عاملين عليه دوره شيل اي مكان يلعبوا فيه يعني طبعا هيفرق معاهم اكيد المكان ان شاء الله لما يتفتح نعمل دي اي حاجه تتكلم حتى الكلام ده بتتذكر كويس كده هندكها فين ان شاء الله نسفلتها حتى حاجه عظيمه استشر محل من جوه الطلاط والدهب لا تعملوا مزاد بقى انا عايزها مزاد هم عمالين الناس بتسال بطريقه رهيبه بيتهفوا يعني عايزين انا عايز هنا في ميضه وبحمامين برضو المحطه بالجامع اللون الاخضر كمان لما هيبقى مع اللون الطوب مثل البيج ده بالظبط الاخضر هيطلع شكله بالظبط قدامنا 15 يوم عمل بعد ما المرض توصل اه ان شاء الله كله ده الفل كله ده احنا سيطره اول هم كله ده سيطره اول مره